مرحبا بكم في قناة إيزي واي لتصليح السيارات. اليوم لدينا هذا الدينامو لسيارة هوندا سي آر في موديل 2010 دفع رباعي. سوف نقوم بتغيير هذا الدينامو الذي هو هذا 3 براغي 12 مليمتر. هذه نحن في قناة إيزي واي نحاول أن نجد الحلول البسيطة لمشاكل السيارات، ولا نطلب منكم سوى الإعجاب والاشتراك في قناة إيزي واي، وأيضا متابعة الإعلانات المرفقة مع الفيديوهات، فهي تعتبر جزء من دعمكم لنا. هذه هي معلومات الدينامو لمن يريد أن يشتري أو يعرف المعلومات الخاصة بهذا الدينامو أو الانترنيتر، وتابعونا بالجزء العملي ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة. الآن نبدأ بفك هذه الأجزاء. نقوم بفك هذا طربة الماء، فاتح هنا برغي وهنا برغي، ونقوم ايضا بفتح هذا خزان هيدروليك الباور ستيرين، وايضا هذا مضخة الباور ستيرين ايضا نقوم بفتحه. لكي نستطيع ان نصل الى الدينامو او الالترنيتر الموجود هنا في الاسفل. نقوم بفتحها، نقوم بفتحها، نقوم بفتح هذا بهذه الطريقة. ثم نقوم بفتح هذه القطعة. أيضا براغي عدد 13.10 ملي متر. نستخرج هذه القطعة، هذه القطعة أيضا نستخرجها. أيضا هذه هنا نلاحظها، هذا هنا افتح الصندوق، هذا القفل الأبيض، هذا تنفتحه. الآن نقوم بفتح هذا البرغي، هذا تصويره مكان محصور، هذا قياس 14 مليمتر. هذه البكرة الخاصة بال، قم بإحضار هذه المفتلة ونضعها في هذا المفتاح ونقوم بالسحب بهذه الطريقة.
الإخراج تم الإخراج. هذا تم إزالته. الآن نقوم بفتح هذا الباور ستيرن ومضخة الباور. يوجد براغي عتد 2 قياس 14 مليمتر، هذا واحد هنا وواحد هنا. نقوم الآن بفتح هذه مضخة الستيرن بمفتاح 14 مليمتر. ممكن هذا شكلها يعني، او مفتاح طويل او هذا قصير يكون، لان كان بهذا يكون ضيق في هذه المنطقة خصوصا في هذه المنطقة. هذا الورق الثاني نفس الطول لا يوجد فرق في استخدام هذا طبعا الصغير. قمنا بفتح العجلة وسوف نقوم بفتح هذا الغلاف من هنا والغلاف من أسفل هنا أيضا. قم بفتح هذا أيضا، هذا برغي هذا برغي، نقوم بفتح هذا. نقوم بفتح هذه القطعة، توجد فيها هذه البراغي هذه، وأيضا توجد فيها في الجانب هنا هذه البراغي أيضا موجودة هنا في الجانب، وأيضا في الجانب الآخر هنا موجودة، في الجانب الآخر أيضا هنا توجد البراغي. لكي نستطيع أن نرى هذا نصل إلى الدينامو. عملية مزعجة لكنها سوف تأتي بالنتيجة. هذا أيضا برغي هنا تحت غلاف، وأيضا هذا البرغي هنا لاستخراج هذه، وأيضا لدينا برغي هنا برغي هنا هذا برغي، وفي الجانب الآخر قرب البطارية أيضا يوجد هنا أيضا يوجد هنا برغي. نقوم بفتح هذه القطعة، نقوم بفتحها. هذه القطعة قمنا بفتحها، طبعا موجودة هذه البراغي، هذا واحد هذا واحد، وهذه لغطاء المحرك، وهذا واحد أيضا. أيضا لدينا هنا اثنان، وهنا أيضا اثنان، وهنا واحد، هنا أيضا لبعض الأغراض، هنا لمواسير التبريد، وهنا أيضا برغي آخر، هذا هنا برغي. هذه القطعة، هذا نقوم هذا مفتاح الكيبل
الرئيسي، نقوم بفتح بمفتاح 12 مليمتر. ايضا لدينا هذه الفيشة، نقوم بفتحها. هذه وسط الكهرباء، الان نقوم بفتح هذه وايضا هذه، نقوم بازالتها بالطريقة هذه القطعة، نقوم بإزالتها هذه، وأيضا نقوم بفتح متر، نفتح هذه ونزيل مثلا هذه الفيشة الكهرباء، نقوم برفع هذه المراوح. ونقوم بإخراج هذه المراوح. فتحنا هذه المروحة، هذا برغي 10 هنا وهنا وبرغي هنا وبرغي هنا، وهذه الفيشة، هذه هي البراغي الموجودة هنا. كما تلاحظون يعني صعب حتى المشاهدة. قمنا بفتح الدينامو. طبعا هذه القطعة، هذه القطعة موجودة فوق الدينامو بالضبط، وهذا البرغي يركب في الدينامو، وهذا أيضا فوق، وهذه الفيشة إلى جهاز كومبريسر تبع السيارة، وهذا إلى فيشة الدينامو، وهذا الكيبل الرئيسي للدينامو. هذا الدينامو كما تلاحظون سوف نقوم بإخراجه الآن. راجي هذا الدينامو تم اخراجه. طبعا هذه البراغي قياس 12 ملم، هذا البرغي وهذا البرغي نفس القياس، لكن هذا البرغي قياسه أصغر كما تلاحظون، هذا أصغر من هذه الجهة، يكون أصغر. يجب ملاحظة هذا الشيء قبل الربط.